بفرحة الأطفال ولا سيما هؤلاء العائدون إلى قراهم في مدينة المنصورة وباقي قرى ريف حلب الغربي بعد سنوات من النزوح. فعاليات ترفيهية وثقافية وفنية أقامتها جمعية أمل الشهباء لإدخال البهجة والفرحة لقلوبهم وقلوب عائلاتهم. كل عام وانتم بخير، وحبينا احنا اليوم نستهدف قرية المنصورة وريف الغربي، وحبينا نرسم الفرحة والبهجة على أطفال القرية، حبينا نعمل لهم نشاط بحيث انه يفرحوا ويرقصوا ويلعبوا، والشيء اللي ما قدرنا نعملوه عم نحاول نعمل لهم اياه ونعمل لهم اياه. حبينا نشارك الاهالي هون فرحتهم في العيد ونفرح الاطفال بهالنشاطات اللي عم نقوم فيها. طبعا من مجمل النشاطات اللي قمنا فيها برمضان حبينا نكمل بالعيد ونساعد الاهالي ونفرح الاطفال معنا، وتكون نشاط يلاقي سرور كل قلوب الأطفال اللي عنا. الجمعية قدمت عبر متطوعيها مسابقات وهدايا للحضور، وابتسامة الأطفال كانت أجمل من أي شيء آخر. كل عام وانتم بخير. انا شكرا اللي فرحتونا ودخلتوا هاي الفرحة لقلبنا. هذا المشروع كتير حبيته انا. كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير. شكرا لجمعية أمل الشهباء، فرحت كل طفل، فرحت أولادي كل هالأيام. يعني قضينا حرب كتير صعبة، عبطونا في هاليوم عن كل هالأيام. بتشكر جمعية أمل الشهباء يعني اللي فرحت أولادنا بهالعيد. صار عندهم العيد عيدين، وحتى يعني أنه صار عندهم فعاليات اللي كانوا بتمنوها بعد هالأيام الحرب اللي عاشوها، لا يعني هيك الخوف اللي عاشوه، هلا حسوا حالهم أنه هن بعيد عن حقه حقيقي. عودة الأهالي إلى قراهم يتزامن مع جهود كبيرة تقدم من قبل الجمعيات الحكومية والأهلية على كافة الأصعدة، ومنها جمعية أمل الشهباء. أنس رمضان، الإخبارية السورية، حلب.